السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم رجعت لكم بمسابقة جديدة اسمها من سيربح الومبا. المسابقة بسيطة، كل في عنا هون المتسابقين، عنا كرم وعنا عمار. المسابقة كالتالي، معكم 15 سؤال، كل سؤال عليه 4 إجابات، إجابة واحدة صحيحة. بتجاوبوا الجواب الصح بتروحوا للسؤال اللي بعده. بعد أول 5 أسئلة بربحوا معنا ظرف بامبا صغير. بعد ما تجاوبوا 10 أسئلة صحيحة بتربحوا معنا كيندر بوينو. وبعد ما تجاوبوا 15 سؤال الجائزة الألتيميت بامبا ميكس. طبعا المتسابقين معهم 3 وسائل مساعدة، معهم يتصلوا لصديق، معهم أحذف لهم إجابتين، أو يأكلوا هنا حبة فلفولية بتحرك. بوكي الحبة واحدة بمحلوا إجابة، بجاوب على السؤال بعدها بيطلع له يشرب كوباية مي. كل فريق معاه يوكل لحد 3 حبات فلفل. لسه بقى 4. عذرا، 4 حبات فلفل. جاهزين للمسابقة؟ جاهزين. كنترول، أعطيني واحد لحن لمن سيربح البامبا. السؤال الأول، ما هو الحيوان الذي له جيب يضع ابنه فيه؟ الأرنب، الثعلب، الكنغر، أم الدجاج؟ شوف ايش حاجة للنقاش في الصمع. شو جواب؟ كوش الدجاج. كان التبكين يكون الدجاج بس الكنغر. الكنغر. تقديم من جواب؟ نعلم علينا؟ الإجابة صحيحة. السؤال الثاني، كم عدد أركان الإيمان؟ 4 أركان، 6 أركان، 5 أركان، 8 أركان. بس قبل ما يجابوا بحب أقول لكم مشان الله حطوا سبسكرايب، قربنا نوصل 1000، وصلنا 911 مشترك، خلونا نوصل 1000 بعد هذا الفيديو. اعملوا لايك، اعملوا شير، اعملوا اشتراك. ابن عمك جيبه أضربه وخليه يشترك. هذا أسبوع لا عنف في المدارس رجعنا. أنا أظن إن 6 أركان، وأنا 6 أركان إيمان، ولو قلت 6 أركان إيمان. منعلم 6 أركان، الإجابة صحيحة. السؤال الثالث، ما هو اسم الكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى؟ الإنجيل، التوراة، القرآن الكريم، صحف موسى. الإنجيل. الإنجيل نزل على موسى. منعلم الإنجيل، والإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال الرابع. قاعدت تجبرني نسألي. في عهد أي خليفة حصل موقف خلط الماء باللبن بين الأم وابنتها، فأجابت الفتاة إن الله يرانا؟ الخليفة أبو بكر الصديق، الخليفة علي بن أبي طالب، الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم كلهم وأدخلهم الجنة. بس هاي أنا اللي برأيي صارت مع عمر بن الخطاب، بس مش متأكد. أظن إنه برضه عمر بن الخطاب بس مش متأكد. نعلم الجواب. نأكل فلفل ولا تأكلوا حبة فلفل؟ استبشر ضباح من هذول. نحيا زلري. بدهم يأكلوا يستخدموا أول حبتين فلفل. جيز. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا السمنات الحسنة. يلا كل. بسم الله. استنى دقيقة لحد ما يمحكوا. سيب حلقته بسرعة. يمحلقته بسرعة. مين حاول جواب؟ أبو بكر الصديق. بنبحى جواب عمر بن عبد العزيز. حيرني هيج. سندت. سندت. خلاص. عمر بن الخطاب. نعلم جواب عمر بن الخطاب، والإجابة صحيحة. طيب نيجي للسؤال الخامس. هذا السؤال اذا بجاوبوه صح بربحوا معنا هون ظرف بامبا. اذا بتجاوبوه هذا ظرف البامبا لكم. وبرجع كم 9 يوجد ما بين العددين 1 و100؟ شوف السؤال الخامس واللي قبل السؤال الرابع. مش عارف هم. أنا إذا أنتم معلوماتكم ضعيفة هي مش غلطة البرنامج. اثنين كلنا عمر بس ما قدرنا نتذكر. طيب معناته ليش أنت زعلان؟ خلاص يلا بسعد. إنك 9 19 29 39 49 59 69 79. ضايل 5 ثواني. 1 2 3 4. علم 20. مو في طريقة أسهل. تعال شوي. علمنا الجواب 20 والإجابة
صحيحة. كركر هذا في البامبا لكم، أما حدا بيقدر يرضوا منكم. وللسؤال وللسؤال السادس، عالم مشهور ويعرف بأنه من قام باكتشاف قانون الجاذبية الأرضية، فمن هو؟ واحد أديسون، اثنين ماركوني، أينشتاين، أربعة نيوتن. نيوتن صح؟ نيوتن. نيوتن؟ نيوتن. نعلم تقديم الجواب. أم تقديم. مش ستة طلعت تفاحة؟ منعلم نيوتن والإجابة صحيحة. صح. كرم، شو بتتعلم بحياتك؟ بتعلم طب. تعلم طب. وعمار شو بتسوي بحياتك؟ مدام عشان. بلاش بتعليم؟ بتعلم بايثون بحاجة في الدار. يعني حاليا انت بتعلم من اغلاطك يعني. طيب سؤال في الطب، عملية جراحية تصنف على انها الاكثر اجراء للانسان في العالم، فما هي؟ واحد استئصال الزائدة، اثنين استئصال اللوزتين، ثلاث عملية القلب المفتوح، اربعة استئصال المرارة. سؤالك ما انا خنيش بي يعني غالبا هي استئصال الزائد بس تبعت البكال. شو استئصال الزائد؟ يعني appendicitis، appendectomy. طلع معك تجاوب ومعك تستخدم وسائل المساعدة. ظل معكم حبة فلفل تأكل. حبتين. حبتين يا زلمة. صحيح معكم حبتين. تأكل واحدة خلوا واحدة للآخر. استنى شوي أنت. شو صار الوستير؟ يعني اللي هو. هذول ما شفتش ستير ناس. تونسيلايت. التونسيلكتومي. لا بظن برضو لا. لا غالبا هذول غلط. بظن عنا يصل المرارة الزايدة بس أنا بستبعد المرارة صراحة. وأنا. خلاص ريسكت فور بسكت. ريسكت فور بامب. ريسكت فور كندر بوين. اوكي. بدي اقول استئصال زائد. نعلم؟ لا استنى شوي. استنى شوي. معكم ضايل عقل الحوار. عرفت في جابتين. وساكت. في جابتين. نحذف استئصال الزائد. ونحذف استئصال المرارة. بضل معكم استئصال اللوزتين. استنى شوي. والقلب المفتوح. بسم الله. قلب المفتوح. انا كملت. من كلمة القلب المفتوح. ظل معكم تقديم من الجواب. تقديم. اضمعي. الموضوع بدوي. يعني استنى شوي بنعيشها بحد ما قمت تطبق. بس تصبق. والإجابة صحيح. الله يسعدك. كارل تشيب في دراستك. دايم كارل مبين. مستعرين يا القرآن. ما اعتقدش انها الوستين. أنا والله ما أنا حضرت استئصال لوزتين، يعني زائد وما أنا حضرت. هنرجع معكم للسؤال الثامن، من هو القائد المسلم الذي هزم الصليبيين وحرر القدس؟ جواب الأول، صلاح الدين الأيوبي، الظاهر بيبرز، سعد بن أبي وقاص، مصعب بن عمير. مصعب بن عمير؟ لا لا بقول لك اسمه غير مش مصعب. مصعب، مصعب بن عمير، عذرا. إيه والله شك إنه صلاح الدين الأيوبي. وأنا إيش شوك يعني الصليبيين اللي جوا بعد شو اسمه بحرص صحيح جديد في صلاح الدين الأيوبي. أي نعم. ونعلم الجواب والإجابة صحيحة. السؤال التاسع، ما الاسم الذي يطلق على صغير الفيل؟ واحد الضبي، اثنين حمل، ثلاثة ضخفل، أربعة الديسم. مش الديسم اسمه؟ الديسم بعرف ايش صار. هتطمني اول شيء. ما اعتقدش انه الظبي ولا حمل. لا تعتقد انه الظبي ولا مش ظبي ومش حمل. دخفر بجوز لانه الناس الولاد الصغار صحيح بيقولوا دخفر. انا ما بتتبع الديسم بس سامع فيه الديسم زي الفور ايش الاسم فانا برضه ما صح. انا الهبد اللي بنعمل معه كثير. طب شو طبعا؟ ظل معكم تستسلوا. استنى بعد اللي بعد وشو أخرى؟ ظل معكم تاكلوا حبة فلفل واحدة. اللي راح تكين منها الظبي. عارف. راندوم الإشي راندوم الإشي حسب المعرفة. نعم. المعرفة. بسم الله الرحمن. استنى شوي وين رأي؟ استنى شوي. أول أشتير سام. الاسم. بس كون الاسم اللي يصير. الديسم. 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 الديسم أشتير سام. فأنا قاعد بميل لاتجاه. أنا صراحة مش عارف يعني ما مش عارف لا تغفل من الثواني. أنت يعني قاعد بتحضر. إذا بعتك العاد هسا حطيت ليش لايك ما عملتش اشتراك أنا بدوك الفيديو هسا 10 ثواني. روح اعمل لايك اشترك وكمل الفيديو. نرجع للموضوع. التيسم أنا عرف شوي بس سامع الاسم. فهو صغير شن. طب يا زلمة بدوك يعني كل.
يا ربي بك يا رب المعركة اسمعني حمان ايش دبك يا معنا بسم الله اكلنا شو كم شوي شو كانت المعركة خير المعركة كانت الديسر دخف علم يلا والإجابة صحيحة لك كل الصغار دخف السؤال العاشر هاي وهذا السؤال إذا بجاوبوه صح راح عليه كندر بوينو من كان يحالب الأوس من قبائل اليهود قبل إسلامهم 1 بنو كينوفا 2 بنو قريظة 3 بنو النضير 4 بنو عوف بنو قريظة أنا حسنه نعلم علم تقديم الجواب لا نعلم بنو قريظة والإجابة صحيحة نعطيكم الجائزة هون وقصة قبوت هاي كندر بوينو مكسر بدنا لمني لا هذا طلع معي هذا لكم أما هذا صار دحوه هذا لكم ما حدا بيقدر يغلو منكم إلا إذا سرقتوا أنتوا طالعين نروح معك إذا سرقنا نسرق مع بعض يعني السؤال رقم 11 ما هي عاصمة مالطا 1 البوسنة والهرسك 2 موناكو 3 فاليتا 4 سلوفينيا طيب مش البوسنة والهرسك لا الهندول برضو مش سلوفينيا أنا بضلش أساعد فصعب على الدولة كعاصمة فاهم كيف؟ يوتشن اه ونشنا احتمالات كثير بالحياة فاليتا ولا مونا عفاف اه تعرف شو؟ حضر بدر قال لي سيدي موسى عد للعشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مشطب هاي فاليتا فاليتا؟ أولا أنا حاسس إنه فاليتا أنا حاسس إنه فاليتا بس إنه حاسس بطني كان ناكو جواب بضلش مالطا فيها 2 ألف وفاليتا فيها 2 ألف فهم كيف؟ خلص فاليتا ولا نتصل شو يعرف؟ عبد الله عبد الله أخوي ناكو ماذا بس مش حرد المشكلة مش حرد أنا بتاكل فاليتا فاليتا خلص أنا بآمن في قرار لا 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 تحطش هيك علي بريشر علنا جواب فاليتا والإجابة للأسف صحيحة قلت لك بعمل فيك فاهمين بيك تجي للسؤال 12 متى انتهت الحرب العالمية الأولى 1 في 1918 2 1920 3 1919 4 في 1914 شوف 18 والإجابة هي 18-19 صحيحة الحمد لله ننتقل إلى السؤال رقم 13 هذا جاني في العلاج بقوته في أي قرن حدثت الثورة الفرنسية؟ الثورة الفرنسية مع لويس السادس عشر بس ما أعتقدش أنه برضه في القرن السادس إن أي سنين ذاته؟ أنا حاسس مش السابع عشر أنا حاسس بس ناسي يعني مش متأكد طب أكيد أحمد بيعرف صح؟ محمد صح بعرف ليه تصحبك صحبك كيف أحمد له بالتاريخ؟ يا هاي يا هاي ولا انتبهوا انتوا فضلش معكم غير يا طيب ساعدي وعد بلي على ريس طب انا بكون اتصل اتصل في شكلي تحكر في شكلي اتصل اجرب اتصل امن طيب احمد احمد سؤال انت بمسابقة بس اسمع اسمع سامعني جاوبني بدي أسألك في أي قرن حدثت الثورة الفرنسية القرن 15 16 17 18 وين صارت الثورة الفرنسية في القرن 15 16 17 18 فيش بس عدنا حرام عليك خلينا ليانا فيش اسمع هو في كليتا بس انه عشان يعني بس انه عشان بديش اجاوب صدق ما بديش اجاوب ما هلا نبدا نفتشل هسا اي سنين بكت 1700 1600 1500 ل 1400 مش ذاكر مش ذاكر انا ذاكر يا سادس يا 17 وين بنابليون رجع على مصر انت كول انت بخلص بيك وين بنابليون رجع مصر طيب معكم 10 ثوات في 1700 1600 والله هي لا أذكر يعني أنا مش براين الخمس عشر ولا بستبعد يا سادس يا سابع أعتقد من القرن السابع عشر إذا نابليون أجا هون في الـ 1700
بس مش ذات ردنا بيجون جوان نحط الارقام السبع عشان مش فاهم شو الجواب الاخير نعلن. طيب استنى انت شوي مصابك ما زال 4 مليون فش عليه وقت هيك فعلا هاي نسيها انا يلا وانت جناب اليور بعرف ناسي زلمه لما كان له من عارف انه موقف عند سور عكا وروح فعلا انا بزك عاد شو قصة كتير اوه ايوه هاي هاي وانت بس اي سنين طيب انا كنت صرخ راح دافع عليها نقول 17 خلص سابع يلا سابع بنعلم السابع عشر يا الله مش ممكن نشوف والايجابي غلط انت عفده وقيت كريب انت قلت نابليون اجى في 1700 فهي معناتها انه القرن الثامن عشر صح ما والله يا ماجد لا بالضبط شبه صارت في اخر السابع عشر انه فرق 300 اخر هي 1700 اخر 1700 اه اذا وصلت بتضبط مو احمد شكرا لكم على حسابك شكرا لله بتمنى انكم انبسطتوا معنا شكرا على هاي الفرصه اي والله يا جميل اه والله الف مبروك على هذه الجوائز القيمين اه خلص اللي بحب يشترك معنا في وقت الجوائز قيمي جدا اكتب لنا تحت في الكومنتات يعطيكم العافيه اعزائي المشاهدين هسه معي المشترك الثاني هذا المشترك بقوا يسموه في صغره بحر المعلومات هذا المشترك بقوا يسموه النابغه بنرحب معي هون اخي ورد مواسي شوف حالك ورد شو بتسوي بحياتك خرفنا شوي عن نفسك قديش عمرك اي صف يعني في صف الثاني هل فعلا انت شاطر زي ما بقولوا عنك يعني اليوم بدك تثبت لنا هاي الشيء بالمسابقات على الصوت وليش السؤال الاول ورد ماذا يسمى صوت القطط زئير عواد صهيل مواد تأكد من الإجابة نعلمها؟ أوه تأكد من الإجابة والإجابة صحيحة طبعا ورد عشان تبقى عارف أنت معك ثلاث وسائل المساعدة معك تسأل الجمهور معك تتصل لحدا ومعك أحذف لك إجابتين تبكير؟ طبعا أنت في لك 10 أسئلة بعد أول 4 أسئلة بتربح البامبا بعد أخرى 3 أسئلة تربح الكندر وإذا جاوبت العشر أسئلة صح إلك واحد بامبا ميكس متفكين؟ متفكين ومنروح للسؤال الثاني ما هو أطول حيوان بالعالم؟ واحد الزرافة اثنين النعامة ثلاثة الفيل أربعة الأسد جوان مش راح يحكي الأسد الزرافة منعلم الجواب ولا منعلموش؟ منعلم الجواب والإجابة صحيحة أي من هذه الحيوانات يمكن تربيته بالبيت؟ واحد تمساح، اثنين الفيل، ثلاثة الكنغر، أربعة الببغاء. الببغاء نثبت. الإجابة صحيحة. ورد أكمل المثل الآتي: من جد شحطة وجد ولا من جد قفز ولا من جد سقط بامتحان الحوزك ولا من جد سافر. من جد وجد. والإجابة صحيحة. سفت الورد. ربح معنا أول فاجأة زرف بامبا. طبعاً هسه هذا الزرف لإلك ما حدا بيقدر يغضب منه. هسه ورد الأسئلة بدها تصير أصعب. إحنا هسه عدينا المرحلة السنية. هسه نروح للأسئلة الأصعب. أين توجد الأهرامات؟ تعرف الأهرامات؟ أبعد. طيب. بالسعودية، بالسودان، مصر ولا كوستاريكا؟ مصر. جواب صحيح. ثبت. نروح للسؤال التالي ورد اسمع للسؤال منيح ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي ينتسب إليه العرب ما هو اسمه؟ إسماعيل عليه السلام عبد الجبار الفاروق ولا عبد الحميد؟ طبعا انت معك ثلاث وسائل مساعدة إسماعيل عليه السلام بتأكد من جواب؟ نقدر نتأكد عشان نعلبه ونفحص لا اوكي تقدر تستخدم ورد وسائل المساعدة معك ثلاث تستخدم تتصل لحدا وسأل تتصل لحدا السلام عليكم وعليكم السلام فضل شوف الحال هلا هلا ورد اتصل فيك كوسيلة مساعدة في ضمن برنامج من سيربح البامبا تفضل السؤال بيقول كالتالي ابن سيدنا إبراهيم الذي ينتسب إليه العرب هو
سيدنا إسماعيل عليه السلام، عبد الجبار، الفاروق، ولا عبد الحميد؟ والله أعلم أنه سيدنا إسماعيل. نعلم الجواب؟ نعلم الجواب، والإجابة صحيحة. سفكة، تعرف أن أنا بالأول يعني قلت الإجابة بس قلت لا، بس هو الواحد لازم يكون متأكد وتعلمها. أنت ما قلت ليش نعلم الإجابة. السؤال بعده، نيجي للسؤال اللي بعده. من المنتخب الذي فاز في كأس العالم عام 2022؟ الأرجنتين. الأرجنتين صحيح. والإجابة صحيحة. عذرا، هسه بعد هذا السؤال أولا انت بتربح معنا. عمر ليه بتشوف يا زلمة كندر بوين وايت؟ ليش وايت؟ بحبه. ربح معنا كندر بوين وايت. مبارك. للسؤال الثامن، ظل لك 3 أسئلة ممكن انت تبقى الرابح الاول في البرنامج معنا. من سيربح البمبا؟ الى اي مدينة يذهب المسلمون للحج؟ 1 الناصرة، 2 القدس، 3 مكة المكرمة، 4 مدريد. القدس. انثبت على القدس. انثبت على القدس. بعد معك وسيلتين مساعدة، بس انت بتأكد من الجواب؟ مكة المكرمة. نعلم. بديش تستخدم الواحد من الوسائل. مكة المكرمة، والإجابة صحيحة. وردت شبال معك سؤالين ومعك وسيلتين مساعدة. الوسيلة الأولى اسأل الجمهور، الوسيلة الثانية أم حالك إجابتين. نيجي للسؤال رقم 9، حل هذه المعادلة الآتية: 10+6+5+3 كم تساوي؟ الجواب الأول 60، الثاني 41، الثالث 43، الرابع 45. تتذكر ورد معك وسيلتين مساعدة تقدر تستخدمين. نساعد الجمهور. بدك نتساعد الجمهور. عمار، هون معنا المشترك الفائز الناجح. حل هذه المعادلة: 10+6+5+3. شوفك 6+5 كديش؟ 30. زائد 10 إذا اعتبر زائد 2 40 زائد 3. نثبت على الجواب، والإجابة صحيحة. ظل وقت آخر سؤال ومعاه وسيط مساعدة واحدة، وهي حذف إجابتين. من هؤلاء كان صحابي للرسول عليه الصلاة والسلام؟ 1 عبد الحميد الثاني، 2 عمر بن عبد العزيز، 3 علي بن أبي طالب، 4 أبو جهل. من هذول بكى صحابي للرسول؟ معك ظل وسيط مساعدة واحدة، وهي أنك تحذف إجابتين. تقدر تستخدمها لأنه فيش أخرى أسئلة إذا بدك يعني، وإلا إذا أنت هالقد واثق من نفسك لدرجة أنك عارف الجواب وقتها تقدر تنطق. علي بن أبي طالب. شو هاي؟ علي بن أبي طالب. بدكش تستخدم المساعدة، بتأكد من الجواب. صراحة الولد هذا سيجمارول يا زلمة. والإجابة صحيحة. من سفك لورد، أول متسابق معنا ريفت البامبا ميكس، وهي جائزة الألتيميت. مبروك لورد. كنترول، أعطيني واحد أغنية لشان هني ورد. ورد اعمل هيك كأنك انت فزت. شكرا لك على المشاركة. سلم عليك. سلم على ورد، بارك له، مبروك. ونيجي للمشترك الثالث. هسه معنا مشترك، مش كمان مشترك، هذا المشترك طلبوا الناس خصيصا يرجعوا كمان. هذا المشترك من اكثر المشتركين يعني محبوب بين الناس. معك وصار الله. منطقها لك يا منطقي شطحية جكاتي.
جازي. اذا باكل وحده كده بنزهقني كل اربعه بفشق السؤال. طب كل سؤال خلي جواب ما بتعرفش فيه يعني.